الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في يوم من الأيام دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه جاذبا لسانه، أي مخرج للسانه، فقال عمر: مه يا أبا بكر؟ يعني ما هذا الفعل؟ فقال أبو بكر الصديق: هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللسان هو الذي أوردني الموارد، أي الهلاك المهالك. وهذا حال سادة الصحابة وخيرة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان حرصهم ومحاسبتهم لأنفسهم حتى يحفظوا كلامهم وألسنتهم، لتسمو الكلمة وتطيب ألسنتهم بكل كلام فيه خير وفيه نفع، وحتى لا تقع ألسنتهم بالقيل والقال وفي منكرات الأقوال. لهذا اللسان الكلمة وقعها خطير، فبكلمة تزرع خير، وبكلمة تزرع شر، بكلمة تفسد، وبكلمة تصلح، وبكلمة تجمع، وبكلمة تفرق. لذلك يحرص الإنسان على أن يكون كلامه طيبا نافعا وعلى في كل خير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وليأخذ الإنسان هذه القاعدة كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا، قل ذكرا، قل أمرا نافعا مفيدا، أو أصمت حتى تسلم وتسمو كلمتك. فنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من القيل والقال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.